اللهم لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألون الشفاء فعافيهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم حقق أمانينا واصلح أمورنا واجعلنا من عتقاء شهرك الكريم. اللهم إنا نسألك طمأنينة وعفو منك ومغفرة كالغيث المهيب تصيب بها أرجاء قلوبنا فتزيل عنها الأثقال. اللهم الرضا الداخلي وإجابة لكل ما في صدورنا. اللهم أياما لطيفة وفرح منتظر. اللهم إنك جميل تحب الجمال فجمل أيامنا وجمل حظوظنا وجمل أقوالنا وجملنا بأحسن الأخلاق. اللهم قرب بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك. اللهم الإجابة لكل دعاء وأمنية تفرح بها صدورنا. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار.